مساء الخير عليكم يعني متابعينا الاعزاء. انا النهارده جاي اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي الات التعليق وقطع الغيار وكل المنظومه بتاعه السبير بارتس الخاصه بالعربيات. النهارده جاي اتكلم عن ماركه شهيره جدا، متفوقه جدا وعاليه جدا في مجالها، وهي ماركه مايل. مقر شركه مايل في هامبورغ في المانيا، وتضم مجموعتها اكثر من 24 الف قطعه غيار ما بين المركبات الخفيفه والشاحنات الصغيره والشاحنات العاديه، منها مايل اوريجينال 21 الف قطعه غيار تم اختبارها بدرجه عاليه جدا وبقوه شديده جدا ومثبته 1000 مره عالميا، زي قطع الغيار الاصليه اللي جايه من شركات التصنيع الرئيسيه، وكمان ساعات بتكون افضل منها كمان، وبتغطي معظم الاحتياجات زي المساعدين، ممتصات الصدمات، الفلاتر والسوائل والفرامل ومكونات القيادة والتبريد والالكترونيات والمحرك، وطبعا اكتر من كده بكتير كمان. فرع مايل بي دي ده الاختيار الصحيح لاقراص الفرامل وتيل الفرامل وفلاتر الهواء، اللي طبعا وجودها في العربية بيدي اداء احسن بكتير. فرع مايل اتش دي وده الاكثر تركيز على الات التوجيه والات التعليق، اللي بتعتبر فريدة من نوعها، وعلى فكرة هي بتحتفل بمرور 20 عام على تأسيسها السنة دي. تتميز بهندسة تصنيع الأجزاء المتطورة، اللي على فكرة هي بتتفوق على الأجزاء اللي بيتم إنتاجها في مصانع العلامات الأم. ده طبعا غير إن هي بتقدم لك ضمان مدته 4 سنوات ضد عيوب الصناعة. غير كمان مايل كيتس، مايل كيتس بتقدم لك حلول إصلاح كاملة لتسهيل عملية الإصلاح. شركة مايل الألمانية بتتميز إن هي صديقة السائق، وهي فعلا دي حقيقة، لأن من غير قطع الغيار الأصلية اللي معاها ضمان اللي معلومة المصدر، فأنت هيبقى عندك مشاكل كتير قوي في عربيتك. وللعلم شركة مايل الألمانية ليها موزعين معتمدين موجودين على جميع أنحاء مصر، هسيب لكم اللينك عشان تقدروا توصلوا للموزعين دول في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وبكده اكون اديت لكم ملخص سريع لشركة مايل الألمانية اللي متخصصة في قطع غيار السيارات.